يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقلنا نداء الله للرسول ليس نداء بالاسم العالمي بل بالصفة التي يعتز بها العالم كله بالنسبة إلى رسول الله، يا أيها الرسول يا أيها النبي. وبلغ ما أنزل إليك من ربك، والرسول لا يختاره الله إلا وقد علم أنه يبلغ. يبقى الأمر هنا قلنا علشان إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام معذرة إن بلغ قومه شيئا يسوؤهم، ما على الرسول إلا البلاغ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. إحنا لما نيجي نقول رسول نفهم أنه لازم فيه شيئين، مرسل ومرسل إليه ومرسل به. مرسل وهو الله، ومرسل إليه هم خلقه، ومرسل وهو رسول الله. لكن ساعة ما تقول أرسلت فلان إلى فلان، نجد إن كلمة أرسل دي تعدت إلى مفعوليه، المرسل وهو أرسلت فلانا، المرسل إليه إلى فلان. يبقى إذن في مفعولين اتنين هنا، بس تعدى لواحد بذاته وتعدى للثاني بحرف الجر، بحرف الجر اللي هو إلى. أرسلناك إيه؟ إلى أو لي؟ أرسلناك إلى تبقى مهمتك مع الناس لهم لصالحهم، يبقى ما تقولش إن اللام دي زي إلى، لا، أرسلناك إليهم خلاص بإيه؟ بما ينفعهم، يبقى أرسلناك لصالحهم، يبقى احنا مش عملنا حاجة لصالحنا. فإن رأيت تعديا بإلى فهي الغاية المرسل إليها، ورسولا إلى بني إسرائيل، يعني رايح بمنهج لمين؟ إلى بني إسرائيل. طيب هو رايح بمنهج لبني إسرائيل عشان صالح مين؟ عشان صالحهم نفسهم. إن لما ربنا بيقول أرسلناك للناس، هاي لمين؟ لصالح الناس. تؤدي المعنيين الاثنين، لا من النفعية والغاية. أرسلناك لإيه؟ أرسل. طيب يا سيدي، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. تبقى ناقصة في أي حاجة، وقلنا ما دام ناقصة في أي حاجة منهج الله كم متكامل، كم متكامل. يعني مثلا تيجي تقول مثلا إيه، الناس مثلا بيجي وقت الظهر ما بيصلوش، ما هو لأن التركيبة غلط. لو أن الدولة بتبني أمورها على إسلامية كان بمجرد الناس ما تصلي الفجر تبدأ حركتهم اليومية بعد صلاة الفجر. شوف بقى لما تبدأ الحركة اليومية بعد صلاة الفجر بقى، شوف النشاط يبقى إيه وإيه وإيه وإيه، وبعدين هيجي الظهر يلاقيهم إيه؟ يلاقيهم خلصوا. إنما التركيبة نظرا لأنها مش صح تقوم دي تتصادم مع دي، دي تتصادم مع دي، ليه؟ لأن التركيبة مش صح. فلو ان التركيبة صح وكل المنهج مبلغ ومنفذ كانت ما تلاقيش حاجة ايه؟ عاملة نشاز ولا عاملة عرقلة ولا اي حاجة. والله يعصمك من الناس، قلنا بقى لا كان ولا بد ان تقال هذه الآية. ليه؟ لان الرسول حين يجيء قلنا انه لا يجيء الا وقد طم الفساد وعم الشر، لانه لو لم يطم لاكتفى الله بالمجتمع يردع بعضه خلاص، او يكتفي بالنفس الانسانية تردع نفسها، يعمل شوية وبعدين هو يعدل نفسه، ما قدرش يعدل نفسه بقى عمار بالسوء، نقول له المجتمع يقومك. المجتمع فسد رافر، يوم لازم السماء تعمل ايه؟ لما يجي صاحب منهج الحق في مجتمع شرير، اتظنون ان المجتمع الشرير لا يتركه لحاله؟ مش ممكن، لازم يقومه. ليه؟ قال لك لازم يقومه لان اصل كفة الكون مش معدولة، ناس منتفعين بالفساد، ناس منتفعين بالشر، يبقى على الاقل المنتفع بالفساد يدافع عن الايه؟ لما يجي واحد علشان يظلم ضعيف مظلوم، يبقى الظالم يعمل ايه؟ الظالم بده يدافع عنه. فقال له ستتعرض لمتاعب، هذه المتاعب تأتي في نفسك ولانك مخاطب مني يمكن تتحملها، تأتي لأتباعك ايضا. طب تقول انا رسول ودول ذنبهم ايه؟ ام قال شوف المهم فيه دي، انني احفظ لك ذاتك رغم اللي يحدث كله، احفظ لك مين؟ احفظ لك ذاتك. انا سنلقي عليك قولا ايه؟ فان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم ايه؟ فالمهم ان احفظ ذاتك. فاطمئن جدا انني حين ارسلتك لهداية الناس
لا تتصور اني ساخلي بينك وبين الناس عشان ينهوا حياتك. لازم حمكنك من الحياة اللي تفضل لحد ما تكمل ايه؟ لحد ما تكمل رسالتك. فاياك ان يدخل في بالك شيء من ان الناس يعملوا فيك حاجة. صحيح قد تتألم، قد تجيلك اعراض كده. الم تكسر رباعيته صلى الله عليه وسلم في غزوة احد؟ الم يشج وجهه؟ الم تأتي اصبعه فتدمى فيقول هل انت الا اصبع دميت ففي سبيل الله ما لقيت؟ نقوم نقول له اذن يعصمك من الناس مش يمنع اذاهم عنك، لا، يمنع ان يأخذوا حياتك منك. انما يبقي الله لك متاعب في نفسك حتى لا يكون واحد من امتك اقرب الى الله بما يتحمل من الام عنك. يبقى برضو تتعب وتذهب ويحصل كذا ويحصل، انما الحياة تفضل ايه؟ هذه الآية والله يعصمك من الناس. ساعة ما سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بص كده على اصحابه الذين كانوا يتولون حراسته، ما هم خايفين عليه من مين؟ من الكفار. فقال اذهبوا فقد عصمني الله. المرأة البلجيكية اللي بتبحث في تاريخه صلى الله عليه وسلم قعدت تبحث في تاريخه وتقرا وتقرا لحد ما جت لحد دي، انه بص كده على اصحابه وقال للناس اللي كانوا بيحرسوه اذهبوا فقد عصمني. فوقفت تفكر، قالت الله، هذا الرجل لو انه كان يخدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته. مش ممكن بس بيحرسوه يقول لهم لا ابعدوا ده ربنا حرسني، ده لو لم يكن واثقا من ان الله يحرسه ما كانش يعمل تجربه. طب ما يمكن يمشوا ربنا ما حرسوش ويجوا موتوه. فلو انه كان يخدع الناس جميعا ما خدع الناس في حياته ابدا. اذا هو رسول الحق وامنت وقالت اشهد ان لا اله الا الله. وشوف مسألة ايه؟ مسألة بسيطة قد يمر عليها كثير من الناس انما ما ياخدش باله ايه منه. والله يعصمك من الناس. ان الله لا يهدي القوم الكافرين. الله، إن الله لا يهدي القوم الكافرين يعني إيه؟ أم قال لك ما معنى الهداية؟ الهداية الدلالة الموصلة إلى الغاية أو المعونة التي توصل طالب الهداية إلى الغاية. الكفار حيبيتوا لك ولا ما يبيتوش؟ حيبيتهم ويقعدوا يفكرهم ويعملهم ومش عارف إيه، يقول له أنا حقطع عليهم كل سبيل، سبيل المواجهة هنصرك عليهم. وكم من فئة قليلة غلبت فئة ايه؟ كثيرة بإذن الله. وحصل في بدر أول معركة. قد يبيتون ما دام في لقاء المواجهة ما قدروش عليه، يوم يعملوا ايه؟ يبيتهم ويمكرهم حاجة يدروها كده على يقول له برضه هخليهم ايه يبيتهم. إنما مش ممكن أوديهم للطريق اللي يتمكنوا منه من إنهم يؤذوه. يبقى لا يهدي القوم، ما دام قال والله يعصمك من الناس، قال له والله لا يهدي القوم الكافرين الى مسيلة لئيمة ماكرة تتمكن منك. كل ما يعملوا حاجة اروح بقى في اكتر بقى من انهم يقعدوا كده وبعد ذلك ينيم سيدنا علي ابو طالب مكانه وبعد ذلك يخرج وهم قال ايه جايبين الفتيان وكل فتى ماسك بقى سيف عشان يضربوه ضربة واحدة ليتفرق دمه في القبائل. يوم هو يطلع كده وهم نايمين اللهم ايه الحكايه دي. يبقى اذا كل ما يفكروا في سوء في طريقه لئيمه ما اهديهمش الى طريقه تنفع. عشان اقول لهم انكم لن تستطيعوا مصادمه محمد في منهجه لا بالعلن ولا بالدس ولا بالخفيه. فريحوا ايه نفسكم. وساضرب لكم مثلا بان كل جنود الله في صف الدعوه حتى انتم ايها الكفار لما جه يخرج ويهاجر وهم الشبان واقفين بقى وقاعدين له كده والف اخشيناهم فهم لا يبصرون. وبعد ذلك خرج، لما خرج يهاجر من اللي كان بيدله على الطريق؟ واد اسمه ابن اريق الكافر. الكافر هو اللي بيدل سيدنا رسول الله عليه، عشان تعرف ان الكفر كان وسيله هدايه الى طريقه صلى الله عليه وسلم. بقى بالله لو ان دول تنبهوا لدي بقى الكافر يعرض كذا كذا بعير علشان اللي يدل على رسول الله وهو اللي عمال بيقوده كده، ولا والبعير والمكافأة ما تغرش في انه يروح يشي بمحمد وما بقى ما كانوش ياخدوا عبرة من دي. كافر وعمال هو اللي يهدي. نعم،
تيجي مثلا الغنم تعفي على الاسد مش كده ولا لا؟ الرمل والارض تشد القوائم بتاع مين؟ بتاع سراقة. كل جنود الله في صف، كل جنود الله في ايه؟ يبقى الله لا يهدي القوم الكافرين اما هداية ايمان، واما ان يهديهم الى طريقة يؤذونك بها ويتمكنون منك بسببه. قل خطاب له صلى الله عليه وسلم: يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم. لستم على شيء، اجناس الوجود كتير، اعلاها الانسان وبعد منه منزل الحيوان وبعد منه منزل النبات وبعد منه منزل الايه؟ الجماد. الجماد ده بكل العناصر اللي احنا ابتكرناها لحد دلوقتي اللي هم 113 ولا بتاع، وفي حاجات لسه العلم يمكن يكشف ليه. فكلمة شيء تقال لأدنى فرد من أي جنس، شيء أي شيء، أشياء صغيرة تبقى شيء ولا مش شيء، والعمود الكبير يبقى شيء ولا مش شيء، ورقة من شجرة تبقى شيء ولا مش شيء، تاخد حتة من ورقة تبقى شيء ولا مش شيء. يبقى كلمة شيء ما يطلق عليه شيء، وما يطلق عليه شيء ده أقل إيه؟ أقل الأجناس. يقول لهم لستم على أي شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. إياكم أن تظنوا أنكم لما تعملوا شوية وتسيبوا شوية تبقوا خدتوا حاجة، لا، لستم على شيء من الهداية حتى تقيموا الإيه؟ ولذلك يقول لك فلان ليس بشيء، ليس بشيء يعني ما يقالش له شيء، حتى ما يقالش له إيه؟ شيء. لستم على شيء أي إن كنتم تظنون أنكم بمنطقكم في التوراة وبمنطقكم في الإنجيل هتاخدوا بعض الحق فيه وتسيبوا الحاجة اللي ما تعجبوش تبقوا على شيء، لا، لستم على شيء مما يقال له شيء. ولذلك يقول لك شيء خير من لا شيء، مش كده؟ شيء خير من لا شيء، مش كده ولا لا؟ إيه يعني شيء خير من لا شيء؟ يبقى المعدوم اسمه لا شيء، يبقى اول مرتبة في الوجود اسمه ايه؟ شيء. يبقى شيء خير من ايه؟ زي ما يقولك ايه؟ ماش خير من لاش، ماش خير من لاش. قال لأ يعني الماش ده قباط الخلق من الثياب في البيت اللي هي الحاجات بتبقى مقطعة وهلاهيل دي، يقولك اللي عنده هلاهيل احسن من ايه؟ من اللي ما عندوش. او ماش اي ما شيء احسن من من لا يقال له لا شيء. ماش خير من ايه؟ من لاش، يعني من لا شيء. ما شيء يعني اي شيء خير من ايه؟ ولذلك كانوا يقولوها في الفلاحين بلغه الفلاحين كده، يقول لك مثلا ايه؟ اقلها طبيخ احسن من احسنها مش، اقلها طبيخ إيه؟ احسن من احسنها مش، وقال لها مش احسن من احسنها ما فيش. قال لها طبيخ احسن من احسنها مش، وقال لها مش احسن من احسنها ما فيش. قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منه ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. يعني مش بس هم هيظلوا على طاقة الطغيان وطاقة الكفر اللي موجودة فيهم الان، كلما زادتك آية من منهج الله ونصرك الله نصرا يزدادوا هم ايه؟ كان المفروض انهم كل ما يزداد كده يضعفوا هم، قال لك لا، ده هتبقى شراستهم ايه؟ تشتد. وده موقف مين؟ موقف الحاقد، انما موقف اللي متطلب حق ساعه ما يشوف مثلا زعلي يقول لك يا اخي ده لازم ربنا بقى مأيده، اخذ على عرضك بقى، اخذ على. ما هو الصحابه كتير كده، سيدنا خالد بن الوليد مش كان فارس الجاهليه ضد الاسلام، وسيدنا عمرو بن العاص برضه كان فارس الجاهليه، وبعدين لما شافوا الحكايه ماشيه 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 كده قعدوا يتودودوا البعض، قال له لقد استقام امر محمد، احنا اللي خيبنا بقى، يلا بينا ايه؟ نجيبها من قصرها بقى. فاللي فيه خير كل ما تيجي حاجة زيادة تروح ايه عاملة فيه ايه؟ تاخده للخير. واللي فيه حقد ولدت كل ما تزداد عنده نعمة يزداد ايه؟ يزداد حقد ويزداد ايه؟ ويزداد طغيان. ومدام ربنا مش هديه لا يهدي القوم الكافرين، فكل آية تجيء لك بالخير من الله زيادة منهج او توفيقا
كفاحهم في الارض ده هيتعبهم. فوطن نفسك على هذا من انك لا تجابه او لا تواجه طاقة محدودة، ولكن ستواجه طاقة نامية في عداوتك. وما دام طاقة نامية في عداوتك كل ما يجي لك خير يجي لهم ايه؟ يجي لهم ويزدادوا هم ايه؟ طغيان. ودي علامة الشرير، علامة الشرير. لكن علامة الخير المسألة تأتي عنده شرسة الأول وبعدين منه خير ينزل فيها شوية، والشرير تيجي الأول سهلة ويصعدها. يعني مثلا ايه؟ مثلا واحد عمل وياك حاجة تقول والله ابن الايه ده انا نفسي اضربه رصاصة وارتاح. ان كنت خير تقول ولا اضربه قلمين، ولا ما اقول لك نكلمه كلمتين وخلاص. الله عمالة بتنزل فيه في ساعة سعار الغضب قلت اقصى حاجة، لان خير ابتدأت ايه. لكن لما يكون شرير والله ابن الايه ده انا عايز اضربه قلمين ولا اضربه رصاصة واخلص. الشرير يصعد الايه؟ يصعد الجر، والخير ينزل. شوف قصة يوسف، لا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إنا إذا لفي ضلال. وبعدين قالوا إيه؟ ما لك لا تأمن على يوسف. قعدوا بقى يدبروا بقى، قال له أرسله معنا غدا يرتع إيه ويلا. وقعدوا يتفقوا ليه؟ عشان إلى أنهم مدبرين له إيه حاجة. أول حاجة قالوا إيه؟ قال اقتلوا يوسف. شوف اقتلوا يوسف بقى معنى القتل يعني إزهاق الحياة وخلاص، دي اعلى حاجة ولا لا؟ لكن برضو نفسهم ما ان او اطرحوه ارضا، يعني خدوه في حتة كده وسيبوه، او اطرحوه ارضا. طيب او ايه؟ يلتقطه بعض السيارة. لا بتفكروا في نجاته كمان، لانهم برضو لا يزال فيهم ايه؟ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ايه؟ ابيكم. المرحلة الثالثة قال طب القوه في غيابة الجب، عشان الجب ده اللي هيبقى فيه مياه، الناس كتير هيروحوا يشربوا ويلاقوهم ويلاقوه. طب وانت بتحرص على ان الناس يلاقيه ليه؟ عمال يخففها ولا لا؟ يبقى اذا كلما تأتي اليك آية سيزدادون بهذه الآية عليك طغيانا وجبروتا وعنادا. ليه؟ لانهم اشرار. فوطن نفسك على ذلك. ولا يزيدن كثيرا منهم برضو الاحتمال موجود، لان فيه ناس برضو ايه كل ما تيجي يقول لك لا ده استقام امر محمد بقى خلاص انت. فلا تأس على القوم الكافرين، ما تحزنش عليهم. وليه يقولوا لا تأس على القوم الكافرين؟ لان رسول الله رغم انهم عادوا وصدموا دعوته وحاولوا معه كل المحاولات كان يقول اللهم ايه بقومي فانهم لا يعلمون. يقولوا له انت تقول لعل الله يخرج من ايه من اصلابهم من يعبد الله، مش كده؟ وقد تم ذلك فعلا ولا لا لما امنوا ومش عارف ايه. ولذلك بعض الناس الصحابه كانوا يقول لك يا سلام انا زعلان اللي نفد مني عمرو، انا زعلان من اللي نفد مني عكرمه، انا زعلان اللي نفد مني خالد بن الوليد. ما هماش عارفين ان عمرو وخالد وعكرمه بن ابي جهل صحيح هم واجهوهم عداوتهم فكان نفسهم يقتلوه، فلما ما مكنهمش منهم كان عدم تمكين المسلمين من هؤلاء تمكينا للإسلام، لأن ربنا عينهم لأنهم دول حيشيلوا السيف للإسلام. خالد بن الوليد حيبقى وعمر بن العاص وعكرمة بن أبي جهل، يجي عكرمة بن أبي جهل لما يجي في آخر حياته وبعد ذلك يطعن الطعنة المميتة يجي على رجل خالد كده ويقول له أهذه ميتة ترضي عني رسول الله؟ أهنت ما قتلتش يا مسلم عشان إيه؟ عشان الموقف ده. يبقى حتى اللي ما ممكنتوش من قتلهم كان تمكين لإيه؟ لأنكم استبقتوهم أحياء علشان يخدموا مين؟ عشان يخدموا الإسلام ويخدموا الدعوة. فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، كم واحد بقى دلوقتي من الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى؟ أربع أشياء. ما لهم دوني في عموم ابتداء إن الذين حصل منهم كذا وحصل منهم كذا وحصل الصلاة المنصور دي كلها، ما لهم؟ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الآية دي وردت في صورتها العامة في ثلاث صور، في سورة البقرة وفي سورة المائدة وفي سورة المائدة اللي هي معانا دلوقتي دي وفي سورة ايه وفي سورة الحج ثلاث مرات. في سورة البقرة ان الذين امنوا والذين هادوا، مش كده ولا ايه؟ ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، وفيه والصابئين والنصارى آية ثلاثة، وفي الصابئين وفي الصابئون، يبقى الأربعة اللي موجودين معانا هم ها؟ من آمن والذين هادوا والصابئون اللي في الآية بتاعتنا، الصابئون مقدمة ومرفوعة، والنصارى في آية تانية، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من مجرورة يعني بالياء أو منصوبة، خلاص كده. في آية سورة الحج بقى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، لا الصابئين بقى خلاص، والمجوس والذين أشرقوا، ضم لهم كام؟ إخبار عن أربعة، وزود في آخر السور في سورة الحج، هي في سورة الحج يا سيدي رقم 17 نعم رقم 17 والذين أشركوا. نعم نجد إن الـ إن الـ إن الإخبار بيختلف. أولا الأسلوب مختلف، مرة تتقدم النصارى على الصابئين، ومرة تتقدم الصابئين على النصارى، ومرة الصابئون تبقى مرفوعة، ومرة الصابئين تبقى بالإيه، والجواب مختلف. مرة يقول إيه؟ من آمن وعمل صالحا به فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومرة يقول من آمن وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربه، ومرة يقول بقى اللي زود عليها المجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم إيه يوم القيامة، إن الله على إيه على كل شيء شهيد. يبقى احنا عرفنا الأسلوب، أسلوب الثلاث آيات، الآيات الثلاث في مجموعها تتعرض لمعنى واحد ولكن الأساليب فيها مختلفة والغايات فيها مختلفة. أما اختلاف الأساليب فمرة يقدم النصارى على الصابئين، ومرة يقدم الصابئين على النصارى، ومرة يرفع الصابئون بتبقى بالواو مع انها معطوفة على اسم ان، وكان يجب انها تبقى ايه تبقى منصوبة. نقول له شبه، اولا الذين ان الذين امنوا، طب ما دام امنوا يقول تاني بعد كده من امن وعمل صالحا، طب ما دام امنوا ام قال لك يبقى الايمان بياخد صورتين، صورة ايمان لفظي ايمان بالبؤ انما ما فيش في القلب، اللي هم مين بقى؟ المنافقين، وبعدين الذين هادوا اللي هم اتباع موسى، طيب ولا والنصارى اتباع، والصابئون اتباع مين؟ قال لك مش اتباع حد، دول كانوا جماعة من قوم نوح وبعدين سبقوا عن ديانة نوح وعبدوا الكواكب وعبدوا، والمجوسة دي احنا عارفين هم اللي بيعبدوا النار. كأن الآية دي بتقول الله يريد أن يعمل تصفية إيمانية في الكون، فاللي يبادر بقى ويدخل في هذه التصفية يسلم، يسلم من شر ما فعله قبل مجيء الإسلام لأنهم ضللوا ناس وحكموا بالظلم وعملوا كده. أم قال دولي لا خوف عليهم ولا هم إيه يحزنون. طب لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، خوف عليهم يعني من شر يلحقهم. طب واحنا قلنا ان الاسابات حاجتين اتنين، ينجيهم الله من شر ويعطيهم ايه خير، ففي اللي ينجيه من شر ويقف على الاعراف كده له في شر وله في ايه، يبقى دي يناسبها لا خوف عليهم ولا هم ايه يحزنون، والتانية فلهم اجرهم عند ربهم، ما دام لهم اجرهم يبقى نسي لهم الحاجات اللي ايه
طب والتالتة بقى؟ أما قال لك التالتة دي بقى بتاعة الحكم، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، يبقى أكنهم لا هيأمنوا ولا هيعملوا. دي كمن آمن وعمل صالحا يخرج مما هو إيه؟ مما كان فيه، وتبقى دي تصفية. وزي ما قلنا دي أوكازيون، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصفي المسألة الإيمانية في الأرض، المنافق والذي تبع واليهود والنصارى والصابئين، كل دول لو أنهم آمنوا وعملوا الصالحات قسم منهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون علشان الشرور اللي عملوه، واللي ما ابتدأش بشر ولا عمل حاجة ولسه من دلوقتي موجود وحيآمن يبقى لهم أجرهم عند ربهم، واللي حيصر بقى على موقفهم إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى على كل شيء إيه؟ كلمة يفصل تدل على أنه سيحكم حكما يبين صاحب الحق. طب واللي يحكم ده مش يحكم ببينة؟ هيحكم ببينة. طب البينة إيه؟ البينة يا أخوة إما الإقرار وهو سيد الأدلة، وما دام الإقرار سيد الأدلة أو بشهود، مش البينة كده القاضي يحكم بإيه؟ إما بالإقرار وإما بالإيه؟ الشهود. ولما كده يبقى باليمين، هم في الآخر ربنا هيحكم عنهم. حتى في دي يقول لك والله ربنا ما كنا مشركين، حتى في الوقت اللي يقول والله ربنا ما كنا إيه؟ مشركين، يبقوا مصرين على الحكاية ولا إيه؟ فالحق أنا أفصل بينهم، والفصل يبقى قضاء حكم، والحكم مترتب على إما إقرار وإما على شهود. طب من ربنا يعوز شهود ليه؟ طب ده القاضي بيعوز شهود عشان ما يعرفش الحكاية، إنما إذا كان الذي يحكم هو الذي شهد يبقى حكم عادل ولا مش عادل ده؟ يبقى والله على كل شيء إيه؟ شيء. بقي أن نعرف التقديم والتأخير للصابئين والنصارى، ودي اترفعت ليه مع أنها كان في مقام نصر. نقول عند المنافقين كانوا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول في المدينة ما كانش فيه نفاق في مكة، إنما في المدينة جه نفاق، والنفاق ظاهرة إيمانية صحيحة لأنه لا ينافق إلا القوي، إنما في مكة كانوا حينفقوا من ده ضعاف. يبقى إذن ظهور النفاق في المدينة، إياكم أن تعلقوا تقولهم إزاي يجي في المدينة يبقى في نفاق، قل له ده النفاق للإسلام ظاهرة صحية في الإيمان لأنه لا ينافق إلا القوي. وإلى لقاء آخر.